كابتن أنس، شفنا دموعك، شو سبب هاي الدموع اللي كانت حاليا موجودة؟ أول شيء صراحة هذا يعني أنا مش عارف شو بدي أحكي صراحة. الحمد لله رب العالمين، يعني أنا أول مرة بكون كأس آسيا، أول مرة يعني بقدم المنتخب كأس آسيا وأوصل نهائي كأس آسيا، هذا إشي بعينيني إشي كبير، وإن شاء الله ربنا بيكرمنا بكأس العالم، نتأهل كأس العالم. الحقيقة شو الحقيقة يا كابتن؟ إن شاء الله الكابتن. طب أنت أحكي لنا الحقيقة. دمرنا كابتن عمود، والله دمرني. بدي أحكي شغلة يا الجمهور، ها خليكم معي، ها كلنا أوكي أنا شوكي، أوكي أنا شوكي، يلا